عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم اللغة العربية، الصف السادس. أعزائي الطلاب، بإمكانكم الاشتراك في قناة المدرسة على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا لكم. ومع الدروس المصورة لمادة اللغة العربية للصف السادس، نقدم لكم قصيدة القدس عربية من الوحدة السابعة، صفحة 137. طلابنا الأعزاء، ومع أهداف الدرس، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يحدد المعنى العام لأبيات القصيدة من خلال قراءتها قراءة جهرية سليمة، يعبر عن مكانة القدس مع الاستعانة ببعض الأبيات التي وردت في النص تعبيراً سليماً، يجيب عن التدريبات اللغوية إجابة صحيحة، يصوغ مصدراً صريحاً قياسياً من أفعال على وزن فعل صياغة سليمة. عزيزي الطالب، استمع إلى قراءة المعلم للقصيدة قراءة جهرية حتى تقوم أنت بقراءتها قراءة جهرية معبرة. يقول الشاعر: يا قدس يا وطن النبيين الأولى، حملوا إلى الدنيا الضياء وبشروا، يا ثالث الحرمين أول قبلة، للمسلمين ترى تهون وتصغر، عربية أرضا سماء محتدى، عمرا وتاريخا يضيء ويزهر، عربية يا قدس مهما دبروا، لك في الخفاء وهيأوا وتنكروا، عربية عمر ببابك واقف، يملي على التاريخ فيك ويأمر، عربية الله أكبر تعتلي قمم الجبال الشامخات وتنذر، هم يحلمون بأن تضيع معالم، لك شادها شعب عظيم خير، إنا هنا في القدس فوق جبالها ووهادها أبد الزمان نعسكر، تبقين ما بقي الزمان عزيزة، يا قدس مهما حاولوا أو دبروا. الطالب، ومع سؤال التعبير والمشاركة، صفحة 142، أجب عن هذا السؤال: للقدس مكانة كبيرة عند المسلمين، استعن بالأفكار والمعلومات الواردة في الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة لكتابة فقرة قصيرة عن مكانة القدس في الإسلام. يعني سوف ترجع إلى قراءة الأبيات الثلاثة الأولى قراءة متأنية، ثم تصوغ فقرة عن مكانة القدس في الإسلام. هيا يا شباب لنرى مشاركاتكم، وأنا سأساعدكم في اقتراح فقرة تتحدث عن هذا الموضوع. للقدس مكانة كبيرة عند المسلمين، فهي مهبط الرسل والرسالات السماوية، وهي أولى القبلتين، وفيها المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الكثير من المقدسات الإسلامية العريقة. بإمكانك أن تزيد في ذلك أو تنقص منه، ولكن ينبغي أن تتدرب أنت على كتابة الفقرة بنفسك. والآن مع سؤال اللغويات، صفحة 143، واللغويات هي مهارات سبق دراستها، وتأتي هذه التدريبات لتراجع عليها مرة أخرى. من خلال هذه الثلاثة أبيات، اقرأ هذه الأبيات جيدا، ثم نجيب عن التدريبات التالية: هم يحلمون بأن تضيع معالم، لك شادها شعب عظيم خير، إنا هنا في القدس فوق جبالها ووهادها أبد الزمان نعسكر، تبقين ما بقي الزمان عزيزة، يا قدس مهما حاولوا أو دبروا. استخرج من الأبيات السابقة ما يأتي: ظرف مكان. أحسنتم يا شباب، أين ظرف المكان هنا؟ أحسنتم، إنه فوق.
استخرج أيضاً فعلين ماضيين من هذه الأبيات. أحسنتم، شاد وبقي. ممتاز. السؤال رقم ب: أعرب ما تحته خط. بالرجوع إلى الأبيات ستجد كلمة معالم نريد أن نعربها، أي تبين الوظيفة الإعرابية لها في الجملة. ستجد أنها، أحسنتم، سمعت أحدا يقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز. طيب كلمة عظيم، كلمة عظيم، ارجع إلى الأبيات الثلاثة واكتشف أنها صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. أحسنتم يا شباب، ما شاء الله عليكم. السؤال رقم 2: أكمل الجدول الآتي بكتابة مصدر كل فعل كما في المثال الأول. عندنا يا شباب فعل دبر، المصدر منه تدبير، وأنت درست فيما سبق أن المصدر القياسي للفعل الذي على وزن فعل المصدر منه على وزن تفعيل، وهو جاء لك بمثال دبر تدبير، والمطلوب منك أن تأتي بالمصدر القياسي من الأفعال الموجودة أمامك. علم، أحسنتم، إنه تعليم، بارك الله فيكم. قدم، أحسنتم، تقديم. فضل، المصدر منه تفضيل، بارك الله فيكم. عرف، المصدر منه تعريف، أحسنتم يا شباب. طلابنا الأعزاء، وقبل أن أختم أذكركم بالآتي: حفظ 5 أبيات من القصيدة، الإجابة عن الواجب اليومي، وكذلك التطبيق الأسبوعي لما له من درجات في التقييم النهائي. أعزائنا الطلاب، وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة قصيدة القدس عربية. أنتظر مشاركاتكم واستفساراتكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.